الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى نزل في آياته معجزات علمية ثبتها العلم بعد مدة، وليس مدة قصيرة بل كبيرة، 14 قرنا من الزمان. فسبحان الله تعالى تدل على الخالق العظيم، وإن شاء الله معا سوف نسرد بعض هذه الآيات، ومعي الشيخ الجليل الشيخ جمال الدين المتخرج من الأزهر الشريف في مصرنا الحبيبة وهو من كينيا. مرحبا بك يا شيخ جمال. أهلا بك. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى أولا، أول إعجاز علمي اليوم إن شاء الله. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا إله إلا الله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا من العذاب. أهل النار والعياذ بالله في النار، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. الإعجاز العلمي هنا، لماذا قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم؟ الجلود ربنا سبحانه وتعالى جعل بها الخلايا الحسية، الجلد بتاع الإنسان به خلايا حسية هي المسؤولة عن الشعور بالألم. وكيف يشعر بالألم من غير خلايا حسية؟ فكلما نضجت، كلما انتهت الجلود والعضلات انتهت معها. لماذا لا يقول؟ لأن العضلات ليس بها إيه؟ خلايا حسية. فهذا إعجاز علمي ثبته العلم، أن الخلايا الحسية المسؤولة عن الشعور بالألم هي تحت الجلد. فسبحان الله، ونعوذ بالله من أهل النار. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. مقدمة كما ilivyotangulizwa na fadhilatu Sheikh Alim al-Allama Ustadh Mwai katika walimu zetu wa hapa Mahad, na kwa hakika amenitanguliza yeye kama nimemaliza Azhar, lakini kwa hakika sikumaliza, nilikoma kwa muda, lakini walillahi alhamdu tuko katika kueleza miujiza ya Qur'ani katika upande wa wanasayansi wa Qur'ani. Kutoka kuna baadhi ya haya tutakao kueleza yameshatambulika katika ulimwengu wetu, yani yameshaonekana na wanasayansi pia wameweza kuyaona kupitia kwa Qur'ani. Kuna na mengine ambayo bado hawayaweza kutambua wanasayansi, na hii ndo katika miujiza iliyoko katika Qur'ani ya milele. Well, ustadh ametuelezea aya yenyewe yasema: قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب صدق الله العظيم. آية هي يتوليزا وليه لكوا ومكتا منين ومجزمك سبحانه وتعالى كوا كلما نضجت جلودهم ميونغوني معذاب ومبزوتا كوا كزيباتا سكوهيو يا خياما ni kwamba kila ile ngozi yao ikiwa imechomeka kabisa, imemalizika kabisa kwa ule moto wa siku hiyo. Badalnahum jurudan ghayraha, huwabadilishia ngozi nyingine. Baada kuwa ile imeshachomeka, basi utakuwa ukibadilishiwa ngozi nyingine. Kwa sababu gani kwenye ngozi? Kwa sababu ngozi ndio imejaliwa thini yake, huwa kuna ndio kuna mahali usikia uchungu. Ule uchungu ukimalizika, basi huwa viungo vingine vikiendelea kuchomeka husiki tena, ule uchungu umekwisha. Lakini hisia ile kuhisi iko katika thini baada ya hii ngozi tu. Kwa sababu hiyo badalna ubadilishwa ngozi nyingine, ili ile adhabu iwe huendelea.
na Mwenyezi Mungu atuepushe asijalie tuwe ni katika watu kama hao inshallah taala. Barakallahu fik Sheikh Mahiddin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-ijaz al-thani al-yawm. Qala ta'ala Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa arsalna ar-riyah lawaqih. Lawaqih. Ma hiya al-lawaqih? ما هي عملية التلقيح؟ عملية التلقيح من وظائف الرياح أخبرنا المولى عز وجل أنها تقوم بعملية التلقيح. الرياح بها أكسجين للتنفس الذي لا نستطيع أن نعيش بدونه. وأيضا من وظائف الرياح أخبرنا المولى عز وجل أنها لواقح وأرسلنا الرياح لواقح. عملية التلقيح ثبت علميا أن عملية التلقيح تأتي من خلايا مذكرة إلى خلايا مؤنسة. هذه زهرة متك وده ميسم. هنا الخلايا المؤنسة المتاع وهنا متك الزهرة. طيب هذه حبوب مذكرة وهذه البويضة المؤنسة. لكي تتم عملية التلقيح لابد أن يأتي الحبوب المذكرة إلى المؤنثة وتسمى عملية التلقيح. يبقى عملية التلقيح التلقيح اندماج خلية مذكرة مع خلية مؤنثة. وكيف يأتي ذلك؟ ممكن عن طريق الحشرات زي النحلة، عن طريق رجلها أرجلها. وأيضا أخبرنا المولى عز وجل عن طريق الرياح. طيب ثبت علميا أن الرياح هي التي تنقل حبوب الرقاح ايضا من وظائفها الى من هنا الى هنا، من الخلايا المذكره الى الخلايا المؤنثه، وبذلك ان شاء الله ينتج الثمره، تنتج الثمره. وسبحان الله. تفضل. نعم تكينجيا katika aya ya pili ambayo ameieleza ustaz yasema qala ta'ala wa arsalna ar-riyaha lawaqih na tukatuma ule upepo ukawa. Maanake katika miongoni mwa aya hii yaeleza miongoni mwa namna miti, maanake miti kuna mti ambao ni wa kuli ni mwanamume na kuna mti mwanamke. Katika kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miujiza yake ameumba kike na kiume ili wapate kuingiliana na ipatikane vizazi au matunda katika jambo kama lile kule kutangamana kwao. Na miongoni mwa ndia ambazo mti ambao mti wa kiume hupeka mazao yake au zile nguvu zake kwa mti wa kike ni kwa ndia ya upepo. Ndio wanasayansi wamegundua si kitambo kwamba huu upepo pia huo kitukua yale madini ya mwanamume katika mti yakipeleka katika madini ya kike ili kupatikane matunda katika miti kama yale. Na hii ni katika ijazi ya Qur'ani, katika miujiza ya Qur'ani. Si kitambo wamegundua wanasayansi haya, lakini miaka 1400 iliyopita Qur'ani ilikuwa imeshabainisha. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa labithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Allah. في سورة الكهف ربنا تعالى قص علينا قصة أهل الكهف. لبسوا في الكهف كم سنة؟ معي 300 سنة وكام؟ وتسعة. يبقى كم سنة مكسوا أهل الكهف في الكهف؟ 309 سنة عام كاملا. طيب ما هو الإعجاز العلمي الذي ثبت هنا؟ لماذا قال الله تعالى وازدادوا ولم يقل 100 سنة وتسعة وازدادوا 9؟ لأن هنا إعجاز علمي ثبته العلماء الفلك بعد ذلك. هناك فرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية. السنة الشمسية الزمن اللازم لدوران الأرض حول الشمس دورة كاملة. صن الشمس والإرث تدور حولها دورة كاملة. دي السنة الشمسية. السنة القمرية القمر يدور حول من؟ حول الأرض مرة كل
شهر والمنس كل شهر، والسنة بها 12 شهرا. فالسنة القمرية الزمن اللازم لدوران القمر حول الأرض 12 مرة، 12 مرة، 12 مرة. فوجد علماء الفلك أن هذه السنة تختلف عن هذه السنة، تسبقها بكم؟ ب 11 يوما. 11 ايه؟ يوما، 11 يوما. طيب نحسبها معا، 11 يوما في 300 تبقى 3300 يوم، بالقسمة على 365 وهو الزمن اللازم، عدد أيام السنة الواحدة، عدد أيام السنة الواحدة 365. لو قسمنا هذه الأيام كلها على أيام السنة الواحدة تصبح النتيجة إن شاء الله بعون الله كام؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وصدق الله العظيم إذ يقول وازدادوا 9. يعني إذن هذا ثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الإعجاز العلمي هنا علماء الفلك أثبتوه، اللي هو قال وازدادوا ولم يقل 309 سنة. طيب هناك فرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، الفرق بينهما 11 يوما، 11 يوما. بضرب 11 يوما في 300 سنة يصبح العدد كام؟ 3300 يوم، بالقسمة على أيام السنة الواحدة اللي هي 365 يصبح عدد السنوات 9 سنوات. وهذا إعجاز علمي ثبته علماء الفلك. الله، تفضل يا شيخ. نعم، تكيندلي آية نجينة، آية سيما، قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Hapa ashabu al-kahfi ilikuwa ni watu wana imani sana, na manake tuwaeleza kiufupi kama namna alivyoelezwa na ustadhi. Ilikuwa ni watu wana imani, na ni watu pale walipokuweko katika kile kijiji walipigwa zita sana, wakawa watakimbia mpaka kuingia katika pango. Walabithu fi kahfihim, wakaketi katika ilo pango 300 sinina, miaka 300, wazdadu 9, na ikazi na wazdadu 9 na kazidisha miaka 90. Sasa ijazi iliyoko hapa, miujiza hii aya iliyoko, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeweza kutuambia walabithu fi kahfihim 300 sinina wa 9, yani bila kunena wazdadu 9, lakini kunena wazdadu 9 kwa kumezidishwa 90 ni kwamba kuna tofauti baina ya mwaka wa mwaka shamsia na mwaka kamaria. Kuna kamaria ni yale miezi 12 ambayo huwa mwezi ukizunguka katika ulimwengu au katika earth au katika ardhi kwa miezi 12 ambayo ndio mwaka. Hono ni mwezi ambao huzunguka katika ulimwengu wetu kila kwa siku 30, manake ndio mwezi huo umekuwa mwezi mwingine. Jua walikizunguka kwa mwaka, yani hutukua mwaka mpaka kuzunguka katika jua. Sasa kuna tofauti baina huku ni 12 na huku ni mwaka mzima mpaka ile jua liwe limeweza kuzunguka katika ulimwengu wetu, umezeka kuzunguka katika ule jua, katika lile jua. Sasa wazdadu 9 ni kwamba ukitukua hii idadi ya 12 ya ambayo ni ya kuzunguka mwezi, ukitukua na idadi hii ya kuzunguka ambayo ni mwaka, mwaka mzima, tofauti yake ni siku 11, 11 yom, siku 11. Siku hizi 11 na sisi twajua kwamba tumeambiwa hapa ni 300. Tukifanya dharb ama tukifanya multiply ya hii 11 kwa hii 300 itakuitulia 3300, yani 3300. Ukitukua kwa hivyo hii 300 na 3300 baada umefanya dharu ume multiply itakujia 9 sana. Maanake hii 11, hii 11 ambayo tumenena uki multiply na hii 300 itakujia 3300.
1300 miaka. Sasa ukigawanya 365 itakuja 9 sana. Kwa hiyo subhanallah, hii ni ijazi ya Qur'ani ambayo imekamilika, haina shaka yoyote. Subhanallah. اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وإن يسلبهم الذباب، يعني الذباب خلقه الله تعالى كائن ضعيف، إذا أخذ شيئا مننا، إذا أخذ شيء، وقع الذباب على شيء وأخذه، هل نستطيع أن نأخذه مرة ثانية منه؟ لا نستطيع. وهذه الآية تقول ذلك، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا إله إلا الله. طب لماذا؟ ثبت علميا أن هذه الذبابة تفرز مادة، تفرز مادة على الذي أخذته فتغيره فتحوله إلى مادة أخرى، فتحوله إلى مادة أخرى. الله. طيب أن نأخذه مرة ثانية كيف؟ فلا نستطيع. فسبحان الله، ضعف الطالب والمطلوب. Na ukiendelea aya nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanfidhuhu minhu ghafa at-talibu wal matlub. Naam, ule dhubab ni ndi. Huyo ndi katika miujiza yake aliyoko aliyotaika katika aya hii aliyotanguliza ni kwamba akia mfano umeshika chakula chako, akia akitukua ile tembe ndogo pale, kabla ya kuila huibadilisha ikawa ni kitu chengine ambacho yeye aweza kula kile kitu, akakimiza na wala hakiwezi tena kukitoa kikarudi ule ule. Mfano kipande cha mchele alochukua au kipande cha chakula chochote alochukua, hakiwezi tena kurudi kile kile chakula alokuwa haja kabla hajakichukua akisha kukitia mdomoni kwake, kwa sababu utoa madini mengine yakachangamana na kile chakula ikawa ni kitu chengine. Sasa ndio aya nena dhafu talib wal matlub, ule ambaye chatakikana. Talib ni wewe ambao wataka kile kitu, umedhoofika kitu kidogo kile na tayari kimeshatukuliwa na nchi, takuwa kwako ni udhaifu. Wal matlub ni kile kilotukuliwa ambacho ni kitu kidogo tamanzi ambaye aweza kuchukua katika chakula chako. Kwa hiyo hii ni miujiza ya Qur'ani na maelezo haya wanasayansi wameyagundua si kitambo pia. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yakhruju min butuniha sharabun. Man? Qala ta'ala: Yakhruju min butuniha sharab. Allah. Man? An-nahla. Hal laha batn wahida أم عدة بطون؟ فقال تعالى: من بطونها. وصدق الله إذ يقول ذلك. طيب أنت لك بطن واحدة وأنا ومعظم خلق الله، لماذا النحلة وصغيرة من بطونها شراب؟ فثبت علميا أن فعلا تحتوي على ثلاث تجاويف، يعني ثلاث بطون النحلة. من هنا يا شيخ جمال الدين، ثلاث بطون. البطن الأولى تأخذ الرحيق وتضع به، من فمها تأخذ الرحيق الطعام وتضع فيه، وهنا صمام يفتح الصمام للبطن الثانية ويمكث الرحيق به مدة فيتحول بإيه بإذن الله تعالى إلى عسل، إلى عسل، إلى عسل. الله. طيب البطن الثالثة وبها الأمعاء والأحشاء وإيه هنا. طيب تحتاج إلى طعام لكي تقوى على المشي والطيران. طيب تفتح الثمار وتأخذ حاجتها فقط ما تحتاج منه، ثم يغلق الثمار. يبقى النحلة الإنجاز العلمي ثبت فعلا أن لها ثلاث بطون، ثلاث بطون. البطن الأولى تخزن الرحيق، والثانية
تصنع بها العسل. والثالثة بها باقي جسمها باقي الأعشاب من المعدة. طب سبحان الله، تفتح تأخذ بقدر حاجتها، وعندما تذهب إلى بيتها اللي هي خلية النحل تضع ما بها من عسل من خلال من؟ من خلال فمها. فسبحان الله فيه شفاء للناس، فيه شفاء. صدق الله العظيم. تفضل. Na tukiendelea na aya nyingine kuonyesha miujiza ya Qur'ani ambayo ni miujiza ya milele kama tulivyotangulia kusema. Aya yasema qala ta'ala yakhruju min butuniha sharab. Hapa kwa zungumziwa nyuki, kwa sababu nyuki ndiye anayekusudiwa kwenye aya hii. Na katika miujiza ya nyuki ni kwamba ana matumbo matatu. Ana matumbo matatu nyuki. Utaona hata katika namna alivyochora ustad, utaona ni vile vile namna nyuki anapoketi. Kwa hiyo ile ninio ya kwanza huwa ni kwa kuingia chakula. Akishakula pale mbele ni mdomo, kisha kula yaingia kwenye tumbo la kwanza. Kisha baada ya kuingia tumbo la kwanza yaingia kwenye tumbo la pili, ambalo tumbo la pili ndilo ambalo latengenezeka asali katika ile tumbo la katikati. Tumbo la tatu ni zile ambazo tunaweza kuziita kwa lugha nyingine west, au zile ambazo sasa ni za kutoka, za kutolewa chooni, ni lile tumbo la tatu. Kisha sasa katika miujiza yake huyu nyuki ni kwamba ile asali ambayo baadaye sisi tuipata huwa ni ile iliyobakia katika lile tumbo la pili, ikaja tena ikatoka kwa mdomoni kwake. Sisi mara nyingi utaona nyuki wamewekwa mahali hivi wamehifadhiwa, kwa sababu watu wanataka ile asali kuipata ile asali wakiwekwa mahali maalum. Sasa ile asali wanaokuja wakiitoa pale ndio mtu aweze kuikusanya, huwa imepitia hii haya mambo yote, kwanza amekula, imekwenda kwenye tumbo la kwanza, imekwenda kwenye tumbo, zile chafu zingine zimetoka kwenye tumbo la tatu, ile asali imebaki kwenye tumbo lake la pili. Kisha akija kuitapika ile kwa mdomoni kwake, basi huwa ndio imekuwa ni asali, na ni huwa ni safi sharabu, na ambayo sisi tuitumia sote, tutumia asali hapa. Na hii ni katika miujiza ya Qur'ani na miujiza ya hayawani kama huyu mdogo nyuki, lakini akawa mimbutuniha. Hii butuniha ni jamo, butuniha. Sasa moya mpaka katika ijazi ya Qur'ani pia haikunena haikunena ni tumbo moya, maanake butun ni jamo ya batn, batni ni moya, butun ni nyingi. Sasa sababu ya kunenwa butun ni kwa sababu ana matumbo matatu haya, na ni kama hivyo tulivyoyatanguliza kuyaeleza, na hii ndio katika miujiza ya Qur'ani tukufu. Wa sadaqa Allahu al-azim iz yaqul zalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.